أصبحنا في زمان يحرق فيه القرآن، أصبحنا في زمان نمنع من أداء الصلاة، أصبحنا في زمان نعذب لأننا اخترنا الدين الصحيح، نعذب لأننا مسلمون. إلى متى سنظل على هذه الحال؟ انتشرت في الآونة الأخيرة فيديوهات لمسلمين يعذبون في معسكرات صينية، بالضبط في تشينغيانغ. أعلنت الأمم المتحدة أكثر من مرة قلقها بعد ورود تقارير عن اعتقالات جماعية للإيغور، ودعت لإطلاق سراح أولئك المحتجزين في معسكرات مكافحة الإرهاب. أظن أن القلق لا يجدي نفعا، يجب إصدار قرار بإغلاق تلك المستعمرات ويحاسب قادتها. فيديو لرجل إيغوري يطلب المساعدة من إخوانه المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم لا يظلم ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربة اليوم القيامة. أنا كون الأويغور أطلب من كل العالم العربي والإسلامي ألا يتركنا لوحدنا، وأن يقف معنا أمام الظالمين وأكبر المجرمين، وأطلب من المشايخ أن يخبر الشعوب بقضيتنا، وأطلب من المشاهير أن يغردوا حول قضيتنا، وأطلب من حكامنا أن يقولوا للصين قيفي. لا تنسوا أن هناك أكثر من 5 مليون شخص معتقل في معسكرة الاحتقال الصينية، قاطعوا بضاعة الصينية. كما تضامن مسعود أوزيل مع الإيغور بتغريدة جاء فيها: يا تركستان الشرقية، يا أيها المهاجرون والمجتمع المجاهد الذين تقاومون الاضطهاد، القرآن يحرق، المساجد تغلق، المدارس الإسلامية تمنع، العلماء يقتلون واحدا تلو الآخر. الإخوة يتم إرسالهم إلى المعسكرات، المسلمون صامتون لا يهتمون بالمسلمين، السكوت عن الظلم ظلم. هذه التغريدة أشعلت نيران في مواقع التواصل الاجتماعي. ولكن من هم الإيغور؟ الإيغور تعود أصولهم للشعوب التركية، ويعدون أنفسهم أقرب عرقيا وثقافيا لشعوب آسيا الوسطى، ويشكل الإيغور حوالي 45% من سكان تشينغيانغ، في حين تبلغ نسبة الصينيين من عرقية الهان حوالي 40%. في أوائل القرن العشرين أعلن الإيغور لفترة وجيزة الاستقلال، لكن المنطقة خضعت بالكامل لسيطرة الصين الشيوعية سنة 1949، ومنذ ذلك الحين انتقل عدد كبير من عرقية الهان الصينية إلى الإقليم، فيما تخشى عرقية الإيغور من اندثار ثقافتها. أود معرفة رأيكم بكتابة تعليق تعبرون فيه عن رأيكم عن الإيغور. لايك والاشتراك ليصلكم جديد قناتنا. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم.